افتح صور من أرض المعركة، مهجومة الدنيا، كل الدنيا شوفوا، حتى السوبر ماركتات ماكو مكان ما عليه ازدحام، الناس بالك راح تموت من الأكل. يا ولو شبيكم، صيروا مثقفين. لورنس، شنو رأيك بالوضع والحرب؟ شباب والله هاي بس البداية، نص ساعة آني حتى أخذ كوفي واحد والعالم واقفة، البنك سد حسابات، القرض مالي يعني البنك اللي عندي قرض آني فقفل علي، بعد ما أقدر أسحب فلوس. والله وكيل الوضع ما أدري شنو راح أسوي. هل عراقي جينا نشتري من السوبر ماركت، والله العظيم ميتين من الجوع. كان نصل يم هذه، صار لنا تقريبا ساعة واقفين، بس وصلنا كان يقولون ماكوش، البنك توقف، ماكو كل شيء، فهذه مشكلة. الفلوس اللي ظلت عندي اللي هي النقد ما غير هاي العشرين جريفن اللي هي تعادل أقل من دولار، راح أشتري بيها شغلة أنا مو داكلها، لأن البنوك ما تشتغل وحسابات ماكو وما يقبلون يأخذون هنا للأسف. هاي لقيتها عندي لأن أنا كان نقد ما عندي وعندي قرض من البنك قفلوا علي البنوك، يعني قفل على إذا أنا عندي قرض ما أخذ، يعني صار 3 أشهر ما مشتغل أخذ القرض ما تنسحبه كاش، خليه ما بالي راح يصير هيك، كان يقفل علي حقيقة. هذا الوضع اللي صاير هسه، شوفوا الزحمة ما أكذب عليكم. جينا على البنك هذا نريد نسحب من فلوسنا مال العملة، فلقيناه حتى معزل، مع بنوك معزلة المفروض هم شغالين يعني. خطية الناس واقفة همينة، والله أنا وهذا يا صديقي الأوكراني نفس الشيء، خطية يقول الساعة حتى همين خطية.